انه الجاس كما هادو ما يكونوش حركات، نعم الحركات ما يكونوش في الميدان. في انتظار تقديم العلاج والاسعاف الاولي لحارس الاتحاد زي ما موش محمد لامين بعد احتكاك بسيط جدا مع بوغاش ساقط على الارض. كسر الريتم والايقاع، لان الايقاع والمبادره كانت من جانب المولوديه. انصار الاتحاد فوق المدرجات سعيدون جدا بهذه النتيجه المحققه، النتيجه الوقتيه اللي حد الان من الجانب الاخر انصار المولوديه يتمنون الاحسن والافضل الوصول الى شباك الحارس هيماموش، وكذلك بالتفاهم بين المدربين لايجاد الحلول اللازمه والمفتاح الذي بامكانه ان يوصل وان يفتح شباك زيماموش. هذا مطلوب، نشوف المدرب الاول يروح للمساعد ديالو يتكلم له على التغيرات خاصه في الشوط الثاني، يحضر تغيير الشوط الثاني. بعد مرور 39 دقيقه من زمن الشوط الاول، النتيجه 1-0 للفريق الاحمر للاتحاد. سكر يحضر كره، يلعب ثنائيه بين يملي فهم بوعزة من جديد، جديات يلعب كرة من هناك توصلوا من سكار، ما خرجتش الكرة داخل أرضية الميدان من جديد. سكار تلعب الكرة يحاول أن يراوغ ويناور ويستفيد. جمال تكلمنا جمال على تغيير الأماكن، نشوف اتحاد العاصمة اليوم تغيير الأماكن وخاصة اللعب بدون كرة. جديات عدة مرات يجي وسط الميدان ولعب قاسمي ينصاب روحه كقلب هجوم حقيقي، وهذه هي اللي سمحت للاتحاد العاصمه اليوم راه فايز في هذا بدايه الشوط الاول. بالمساواه كره ثابته ركنيه لمصلحه الاتحاد، الارضيه ولكن التدخل من جديد، تعود الكره لابن موسى، الخطوره متواصله للقائم الثاني والحارس جميلي بتفوق كبير يبعد هذه الكره. خصم يحاول ولكن تضيع الكره لفهم بوعزه، الضغط على حامل الكره ضيعها يحيى شريف. فهم بوعزه يحاول المرور مره اولى ولكن في الثانيه ضيع الكره، تتحول الى عمليه هجوميه ولكن كودري يتدخل لايقاف مفعول هذه الكره الطويله لجميلي. المولودية لازم يخرج بسرعه، نشوفوا باللي اللعب البطيء في وسط الميدان خاصه اللاعب بوغاش اللي يطلب الكرات في العمق، واللاعب جليط ما مش يلعبوهم الكرات، خاصه اللاعب ياشيل يخرج عده مرات. بن موسى كرة أخرى للمولودية لقاسمي، قاسمي في إطار الدفاع وبالعيد في المكان، التغطية الممتازة لبالعيد في آخر لحظة بقوة كبيرة، مبدا الأمان والاطمئنان، إبعاد الكرة من بالعيد. بن موسى خطير، جميلي في